كل المشاهدين مشاهدي الام تي في اللي عم بيتابعونا ان كان من الصبح وان كان انضموا لانه هلا لحتى يشاركوا معي باي كويز. انا ناطره اتصالاتكم مثل العاده على 0444444444 لحتى اسالكم الاسئله طبعا تعطوني الاجوبه الصحيحه وتربحوا الجوائز. واول ما اخذ قبل ما اخذ اول اتصال اليوم خلوني اخبركم انه اوردت وكاله اسوشيتد بريس انه محكمه ولايه يوتا الامريكيه قادت امرأة اعترفت بأنها قتلت مواليدها الستة وأصدرت حكم عليها بالسجن مدى الحياة. ولحد المرأة بتقول أنه ارتكبت هالجريمة الشنيعة بسبب إدمان على المخدرات وبالتالي عدم رغبتها بالاعتناء بأولادها. كانت كل ما تولد ولد تخنقه وتدفنه بجراج بيتها. وجوزها كل هالوقت ما اكتشف الموضوع لأنه هو كمان كان بالسجن من وراء حيازته المخدرات. وبتشير الوكالة إلى أنه من المستغرب للكل كيف قدرت هالامرأة أنه تخفي حالات حملها وولاداتها عن أفراد عائلتها وأصدقائها. يعني ما بعرف غريبة عن جد هالدنيا. 0444444 سريعا خلوني أخذ أول اتصال معي اليوم. ألو 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 بونجور بونجورين مين معي؟ معك ميشيل. كيفك يا ميشيل؟ ناشر حال ميشو. ميشو من وين عم تحكيني يا ميشو؟ عم بحكيك من منطقة جزين. اهلا وسهلا. انا بتصل فيكم على طول. مزبوط بتذكرك يا ميشيل، ربحت معنا هذيك المرة ما هيك؟ ايه مزبوط. خي يلا ان شاء الله بعد منيح علينا اكيد. ان شاء الله كل مرة تربح معي. ميشيل انت أول اتصال معنا اليوم. ميشي. فيك تختار أي رقم من الواحد للتسعة. شو يا ميشيل؟ رقم ثلاثة اليوم ما بحب. يلا رقم ثلاثة لميشيل. شو أنا سؤال موضة. ميشيل. موضة ماشي. يلا يا ميشيل، مين هو المصمم مصمم الأزياء الشهير جدا يلي دايما بترافقه بسينتو شوبات؟ كارل لاجرفيلد أم توم فورد؟ 10 ثواني. أي واحد من مشهور كثير أنا بضل بسينتو معه بحبه كثير. كارل لاجرفيلد أم شوب أم توم فورد؟ خلص الوقت ميشيل. مزبوط كارل لاجرفيلد يا ميشيل. خلينا نشوف جايزتك سوا قسيمة شرائية من محلات إلياس للألبسة الرجالية بالحدث. كارل لاجرفيلد مزبوط هو ألماني الأصل وهو المصمم التنفيذي أكيد مثل ما كلنا بنعرف لدار شانيل. ولد بهامبرغ عام 1933. ولا مرة كارل بيقول عمره الحقيقي، معروف بأنه دائما بيزعبر بعمره. شوبات هي صديقته المفضلة، تقدمت له بفترة عيد الميلاد سنة 2011 من وقتها ما بيتركها وعندها حساب خاص فيها على تويتر. في ناس بتغرد عنا يعني مسؤولين انهم يغردوا عنا. وهي بسينه مدلله وبيقول كتار انه لاجرفيلد بيستوحي عدد كبير من مجموعاته منها. وتخيلوا انه حطت لها بس موظفتين لها لحتى يهتموا بحاجاتها. 04444444 الو الو بونجور. بونجورين مين معي؟ هاي مين؟ ناتالي. كيفك ناتالي؟ سافا. من وين عم تحكيني؟ أساسية. ناتالي؟ وي. خبريني بتحضرينا دايما؟ أنا ريونانت اليوم. ميرسي كلك ذوق. خبريني دايما بتحضرينا؟ عطول من الصبح مش بس الفقرة تبعي. خي ناتالي يلا يا ناتالي بدنا نربح. إن شاء الله. أي رقم؟ تسعة. رقم تسعة لناتالي؟ شو عنا ورا رقم تسعة؟ نفتح رقم تسعة. سؤال جغرافيا ناتالي. وين موجود الجزء الأكبر من صحراء الربع الخالي؟ بالسعودية أم باليمن؟ 10 ثواني خذي وقتك. وين موجود الجزء الأكبر من صحراء الربع الخالي؟ بالسعودية أم باليمن؟ سعودية. مزبوط جوابك صح ناتالي، مبروك. خلينا نشوف جايزتها لناتالي ستيب باي ستيب بصربة اكيد اشتراك لمده شهر لتتعلم الرقص ناتالي. الربع الخالي ثاني اكبر صحراء بالعالم، بتفوق مساحتها 600,000 كيلومتر مربع وبترتفع فيها كثبان رمليه على علو 300 متر تقريبا وبتضل تتحرك باستمرار الامر يلي بخليها ما يكون عندها معالم ثابته ودائما واضحه. وعلى الرغم من قسوه البيئه الطبيعيه فيها هالمنطقه وخلوها من النشاط البشري إلا أنه فيها ثروات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي والمعادن والرمال الزجاجية، وهي ما عادت خالية كتير مثل ما بيشير اسمها، إذ بتنتشر فيها مراكز ومحطات شركة النفط الوطنية وبتجوب الطائرات والسيارات سماها وأرضها تنقيبا عن مدخراتها المعدنية الغنية جدا. 0444444 ألو ألو
بونجور. بونجور. مين معي؟ منى سعد. كيفك يا منى؟ الحمد لله بخير. خير؟ أنا كثير منيحة. منى من وين عم تحكيني؟ جزين. جزين؟ خير. شو اتصالات من جزين دايما أنا معي بالبروجرام. أهلا وسهلا فيك يا منى. خي خي خي. منى. نعم. يلا يا منى، أي رقم؟ رقم خمسة. رقم خمسة؟ شو عنا ورا رقم خمسة؟ سؤال معلومات عامة. منى. نعم. جول هي وحدة قياس الحرارة أم الطاقة؟ 10 ثواني. جول هي وحدة قياس الحرارة أم الطاقة؟ خذ وقتك. 5 4 3 2 الطاقة. مزبوط، الطاقة جوابك صح. منشوف جايزتك سوا يا منى. ريفورم انتي ايجينج. خي خي، شو حلوة هالجايزة يا منى. منى مزبوط، جول هي وحدة قياس الطاقة وأطلق عليها جول تكريماً للعالم جيمس بريسكت جول، وهو عالم إنجليزي كان ذائع الصيت، اعتمد على نفسه بالتعلم، ما تلقى أي تدريب أكاديمي رسمي ولا تقلد كمان منصب أكاديمي، ورغم ذلك ونظراً لذكائه وحبه للعلم اشتغل مع علماء عصره الأوائل، ونتيجة لأبحاث جول المهمة أطلق اسمه على وحدة التشغيل، وعلى الرغم من السمعة الدولية يلي قدر أنه ينالها ابتداء من العام 1850، إلا أنه ما كان عنده أي منصب علمي أو جامعي أو رسمي، وبقى بمنطقة مانشستر ببريطانيا حتى وفاته يلي وقعت بعد حوالي 17 سنة من المرض. ألو ألو ألو. بونجور. بونجور. مين معي؟ يوسف. يوسف من وين تحكيني؟ من فرن الشباك. يلا يا يوسف، 1 2 4 6 7 8، أي رقم بتختار يا سبعة. يوسف؟ سبعة. رقم سبعة. سؤال موسيقى يوسف. نعم. مين هو الشاعر يلي كتب أغنية عم بحلمك يا حلم يا لبنان يلي غنتها السيدة ماجدة الرومي؟ سعيد عقل أم منصور الرحباني؟ 10 ثواني. مين كاتب أغنية عم بحلمك يا حلم يا لبنان؟ سعيد عقل أم منصور الرحباني؟ سعيد عقل. مزبوط، جاوبك صح يا يوسف، مبروك عليك الجائزة بالزون أكيد بالجيان. مزبوط، هالأغنية كانت أول أغنية بتقدمها ماجدة الرومي سنة 1975، وهي من طبعاً كلمات سعيد عقل. غنت ماجدة للعديد من الشعراء والملحنين وأمام العديد من الملوك والرؤساء وبأغلب المهرجانات الكبيرة بالعالم العربي، وأطلق عليها عدة ألقاب من ملاك الطرب العربي ومطربة المثقفين للدليل على تميز صوتها ورقي فنها. ماجدة الرومي من خريجي استوديو الفن، وتألقت طبعاً بوقتها وبعد بعدها لليوم تتألق بصوتها الاستثنائي، مع انه والدها حليم الرومي كان رافض انها تدخل مجال الفن. 0444444. الو الو. بونجور. بونجور. مين معي؟ معك داليا من شرطون. كيفك يا داليا؟ منيحة، ماشي الحال. داليا دايما بتحضرينا؟ ايه اكيد، بنترك ملاطرة. خي داليا، خبريني، عم تعرفي الاجوبة؟ مش كلهم. ايه مش كلهم، لا مش كلهم. يلا داليا، بدنا نربح، رح نشوف تابلو انا وياكي. 1 2 4 6 8، اي رقم يا داليا؟ رقم 8. رقم 8 لداليا. سؤال تاريخ داليا، عم تسمعيني؟ اوكي. يلا، مين هو الرئيس الامريكي يلي كان يكره ياكل البروكولي وقال مره انا رئيس الولايات المتحده وما رح اكل البروكولي مجددا؟ جورج بوش الاب ام باراك اوباما؟ 10 ثواني. يلا يا داليا، بلش وقتك. مين هو الرئيس الامريكي اللي كان يكره؟ جورج بوش الاب. مزبوط، جورج بوش الاب. يا داليا مبروك، خلينا نشوف جايزتها لداليا. دعوه من سيبيا اكيد لشخصين. مزبوط، جورج بوش الاب كان يكره كثير البروكولي ومنع حتى تقديمه بالطائرة الرئاسية، وقال عام 1990 تصريحه الشهير انه ما حبيت البروكولي بحياتي، كانت امي تجبرني انه اكل هالخضرة، وقال جملته الشهيرة انا رئيس الولايات المتحدة وما رح اكل بقى البروكولي. اما الرئيس الحالي باراك اوباما بالعكس بشيد بمنافع البروكولي، ومرة لما سألوه بحفلة بالبيت الابيض شو هو الطبق المفضل عندك قال البروكولي، وطبعا اشاد بمنافع هالخضره. الو، اخر اتصال معي اليوم من مين؟ الو. بونجور. بونجور. مين معي؟ جيرار. جيرار، انت اخر اتصال معي اليوم.
بس بدي منك بليز توطي شوي صوت التي في ورح شوف التابلو انا وياك وبدي تختار رقم 1 2 4 و 6 اي رقم يا جيرار؟ رقم 1. رقم 1 لجيرار. شو عنا ورا رقم 1؟ سؤال رياضه. جيرار، مين هو الدراج يلي تم تجريده من كل القابه لتعطيل المنشطات؟ لانس ارمسترونغ ام ميغيل اندورن؟ اندورين سوري. ميغيل اندورن. لا بعتذر منك، تسرعت بجوابك. هو لانس ارمسترونغ، تم تجريده عام 2012 من كل القابه السبعه يلي توج فيها بسباق فرنسا تور دو فرانس، ومنع من المشاركه بالسباقات مدى الحياه. وبوقتها كمان كان هو قدر قدر انه يتخطى مرضه بالسرطان وينجح بانه يكفي، لكن للاسف تم تجريده من كل هالالقاب. مشاهدينا ما تروحوا محل، رح ناخذ بريك صغير وبتكفوا سينما.